ماشي مدينة عربين. يعطيك العافية يا أخي. الله يعافيك، أهلا وسهلا. شام بالشغل هيك سيدي؟ والله عم بيع بندورة، شو نساوي الحمد لله. مدش كيلو؟ والله الكيلو 75 ليرة مثل ما شوية. كلها مصلحتنا خياطة يا زلمة، عم جيب الكيلو ب70 ورقة نبيعه ب75، والله شيء بيخرب البيت، عافية سيدي عافية. شو نساوي لا حول ولا قوة إلا بالله. ما حرام نهارين على كم زقزوقة نبيعهم الواحد يسترزق فيهم. طيب شو كانت مصلحتك قبل الأحداث؟ والله مصلحتي خياطة يا ابن الحلال. شو كان طبيعة عملك؟ شغلك شلون؟ والله الحمد لله ماشي الحال، بس شوف هلا ايش صار فينا شهر الأسد، الله لا يوفقه. ليش بتحاول؟ والله شيء غالي يعني، شو نسوي؟ الحمد لله الحمد لله. انت طامن الأولاد، شوف لك ابن الحلال، شوف الدمار اللي سواه هون، شوف الخراب، الله لا يوفقه بجاه الحلال، شوف بيتنا انقصف. لكن شو بده يشتغل واحد؟ السلام. كان مستوى كيس يا زلمه، كيس حقه 5 ليرات، هذا الكيس اللي نعبي فيه بندوره. شو نساوي؟ والصبالة بدي؟ الحمد لله. والله الصبالة غير شرطي عم بيع ب10. ماشي محرز يا زلمه. قديش راح اعمل الاول؟ ما تاخذها بليرتين يعني، ما هو غلى غلى، الله لا يوفقه شو ساوي بالعباد. شو نساوي؟ الحمد لله. البندوره قديش بتبيع باليوم؟ زئزئتي؟ يلا يروحوا الزئزئتين، ما بيروحوا كمان. على الغلى ما حدا عم ياخذ. يا تقريبا قديش عم تطالب منها؟ تقريبا قديش عم تطالب منها؟ 150 ورقة، والله شيء ما محرز يعني، بين البنزينات تبعت السيارة، بين حق الأكياس، بين هدول، ما شيء محرز والله. شو نسوي؟ الحمد لله. إي والله الحمد لله. والقصف، روح القصف بدك تشتغلوا بهالشغلة ولا؟ والله بدنا نشتغل. شو نسوي؟ 75 يا أخي. ماشي امور لله، ما في بندوره بالسوق. عبي لك منيح حجي. طيب ما في بندوره بسبب شو؟ شو السبب؟ السبب مسكرين طرقات علينا على الغرفة الشرقية، مانعين كتل بندوره، مانعين كتل خضروات. حصار حجي. وبعدين بدك تحكي بندوره ولا بالبنزين، يعني البنزين اليوم لتر اقل شيء ب 150. السلام عليكم جميعا. سلام. تفضل. تنساوي الحمد لله الحمد لله. اخذ بندوره حجي، بندوره يا رياني. بندوره يا رياني. دمشق مدينة عربية.